المساحة 4165، تاريخ منح قرار الامتياز. يفون دي ديزان دي سنتين دو كيلومتر بور لوغ اليميناسيون. نكمل الخدمة. خرج هكا عليه، قال لي بلون، قال لي غنوصل نطلع عليك الدوسي تاعك الملف تاعك عنده حق. الله يحسن عونكم، ان شاء الله نتمنوا هذا النوفو كود لانفستيسمون. ولا ما كاش مسؤول اللي جا عايد تما ولا قال لك شاف المشكل تاعك ولا المشكل تاعي تاع ضو. راه عندهم الدوسي محطوط، قالوا لي ما نمسوش غير ما تجيب لنا العقد. اذا حنا نرافقوك نعاونوك نساعدوك نمشيو معاك لاخر يعني النقطه، ولكن في نفس الوقت يعني الناس اللي استفادوا بالعقار لازم يعني يلتزموا بالالتزام تاعهم بالتعهدات تاعهم، وحنا راه كل مساعده، حنا القياده والسلطات والسيد رئيس الجمهوريه يتبع في الملف هذا شخصيا كما قلت باللي راه يتبع فيه شخصيا، واعطي له الاهميه الكبيره، وكلف مستشار يعني كلف السيد الوسيط وزير الدوله وسيد الجمهوريه يكلفه شخصيا يقدم العرض حول المشاريع هذه سواء المكتمله سواء اللي راهي في الانجاز. كما قلت راه كل التساؤلات كما قلت يعني تم الاجابه عليها، ولكن فيه امور فيه بعض التساؤلات كذلك اللي ربما سوف تطرح على اللجنه الوطنيه للفصل فيها. احنا على مستوى الولايه يعني كل الامور يعني ماخذينها بجديه ومتحملين يعني المسؤوليه لإيجاد الحلول، وإن شاء الله كما قلت يعني اللقاء كان يعني مثمر، كان حوار صريح، كان حوار يعني بناء، ويعني وعندنا قناعة باللي يعني إن شاء الله بالحوار بالعمل هذا الجواري بالعمل هذا اللقاء المباشر راح أمور كثيرة راح يعني نحيو عليها اللبس ونحيو الغموض، ويعني باش نسهل للمستثمرين ونفتح لهم الجو والابواب مفتوحه لكل المستثمرين، كل الساده المدراء يعني تم اعطائهم تعليمات لمرافقه واستقبال المستثمرين ومساعدتهم، ويعني حلحله المشاكل يعني اللي ربما يواجهها. سيد ولي الولايه اليوم كان في المستوى بحيث استدعى المستثمرين المحليين على المستوى المحلي المستوى الولايه، وحيث قام بالوقوف على الانشغالات تاع المستثمرين حاله بحاله، وقدموا وعود بحل كل المشاكل والعراقيل اللي راهي كاينه باش ان شاء الله ينطلقوا هذه المشاريع الاستثماريه على المستوى المحلي.